للأسف معظم الناس الذين لديهم جرثومة المعدة اللي هم وإحنا كلنا بجوز ليس لديهم أعراض، فقط الأعراض موجودة في النسبة الضئيلة جدا من الناس الذين يحملون جرثومة المعدة، وقد لا تتجاوز نسبة الناس الذين لديهم أعراض 10 إلى 20% من الناس الذين يحملون جرثومة. وكيف تكون هذه الأعراض دكتور؟ إجمالا الأعراض غامضة في بداية الأمر، ممكن يكون شوية آلام في فوق في أعلى البطن أو المعدة، ممكن يكون شوية غثيان، أحيانا تقيؤ، أحيانا بيكون تجشؤ، أحيانا بيكون شوية انفاخ وشوية هواء. إذا دكتور هذه الأعراض لا تتقاطع مثلا مع أعراض القولون العصبي؟ تتقاطع مع أعراض القولون العصبي، لدرجة أن بعض المنظمات الجهاز الهضمي العالمية تدعو لتشيك جرثومة المعدة في كل مريض لديه أعراض قولون عصبي. وكيف نميز بينها دكتور؟ فقط بطرق التشخيص الطبي؟ يتواجدان معا، وأصبحت التعليمات العالمية تقول إذا وجدت جرثومة المعدة يجب علاجها. يقال إنه إذا أنت عالجت جرثومة المعدة قد تخففين من أعراض القولون العصبي، لكن هذا غير مثبت، لكنهم يأتيان معا لشيوعها، ليس لنقول إنه هما يأتيان معا لأنه القولون العصبي يسبب جرثومة المعدة أو جرثومة المعدة تسبب القولون العصبي، لا، لكن لشيوعها فهما يتواجدان معا القولون العصبي كما شاع. دكتور في الفترة الأخيرة شاعت جرثومة الحلزونية وانتشرت نقول على منصات الإعلام الحديث عنها. لما الواحد يرجع لمحركات البحث مثل جوجل ويشوف شكلها يثار بالهلع. صحيح. هل هي فعلا كذلك؟ يقول لك معقول هذا الكائن داخل جهازي الهضمي وعايش معي وبيوقظني في منتصف الليل؟ هاي المعلومات صحيحة؟ زي ما حكيت لك يا آيات أن جرثومة المعدة لا تسبب الأعراض في النسبة العظمى من الناس الذين يحملونها. وهي فعلا شكلها مرعب؟ لا، هي لما تطلع عليها على جوجل بيكون جوجل ضخمها وبين لها أصوات وفلاجيلي. صحيح. وهي لولوبية الشكل، فهذا للإنسان الذي هو بعيد عن المجال الطبي قد يرتعب من شكلها، لكن معظم الجراثيم والأوبئة لها شكل مرعب إذا أنت مش معتاد. دكتور ما هي مضاعفاتها؟ ما نخشى من جرثومة المعدة هما أمران: القرحات، عادة جرثومة المعدة تسبب التهاب الـ 12، وهي واردة الحدوث، قرحات الـ 12 والمعدة أو التهابات المعدة والـ 12، والقرحات هذه أحيانا يصاحبها نزيف ومضاعفات تحتاج تدخل جراحي. وما نخشى أيضا من جانب الآخر هي سرطانات المعدة بالذات. جرثومة المعدة مرتبطة بعلاقة مثبتة بسرطانات المعدة. دائماً نعلم طلاب الطب إذا جاءك مريض لديه قرحة تنزف أو لا تنزف، بالذات إذا كانت قرحة الاثني عشر فما كان بيأخذ علاجات النون ستيرويدز فهي جرثومة المعدة حتماً، حتى لو لم تشيك فعالجها، هيك بنعلمهم. فجرثومة المعدة علاجها في المرضى اللي عندهم قرحات، بالذات قرحات الاثني عشر، يشفي بإذن الله من عودة القرحات. دكتور تختلط عليهم الأعراض، يذهب الوجهة الأولى إلى الصيدلاني، نحن لا نشكك بمقدرة الصيدلاني على إعطاء الدواء، لكنه غير مخول لتشخيص نوع المرض. صحيح. يروح يعطيه أول شيء دواء للمعدة. صحيح. أو يقول له مثلا خذ المضاد الحيوي الفلاني، فعلا ممكن يرتاح عليه، لكن هذا لا يضمن العلاج التام وعدم عودة الجرثومة إليه. طبعا لا، إشي مهم يا آيات إذا بدي أوصله للجمهور أن هناك فئة من الناس اللي ما عندهم أعراض مقلقة وسنهم ليس متقدم، وقد يكون حتى يشكون من أعراض حموضة وليست آلام معدة. أعراض الحموضة إذا كان عنده أعراض حميدة وأعراض حموضة لا تشيك جرثومة معدة، لأن أنا قلت لك موجودة في معظم الناس في الدول الآسيوية. إذا لا داعي للتشخيص في حال عدم ظهور أعراض. أنت تشيكها إذا كانت الأعراض تدعي أن تشيكها أو تتطلب أن تشيكها. إذا ما بتتطلب الأعراض فلا تشيك، لأنك إذا شيكتها لمريض لا يحتاج إنك تشيكها، فهي موجودة في النسبة العظمى من الناس وتتورط بعلاجها. مريض عنده حموضة إذا عالجت جرثومة المعدة فأنت زدت الطين بلة، لأنه الحامض يزيد بعد ذهاب الجرثومة، فهذا المريض الذي يشكو من حموضة وأنت عالجت جرثومة المعدة بدون دواعي طبية حقيقية سيعود إليك يشكو من حموضة أضعاف مضاعفة عما كانت عليه سابقا. دعنا نقدم أمل للمشاهدين، هل يوجد علاج نهائي شافي لجرثومة الحلزونية؟ أعتقد إذا كان الطبيب يشيكها في الحالات المناسبة ويعالجها بالطريقة المناسبة، فترات علاج جرثومة المعدة لم تعد أسبوع أو 10 أيام، الآن نعالجها ب14 يوما دوما. لذلك إذا كانت بأيدي المتخصصين فأعتقد أننا نستطيع أن نعالجها في الفئة التي تحتاج أن نعالجها.